السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء ما تنسوا اللايك لحتى يسمع هالكلام أكبر قدر ممكن. اللي بيرفعه ربنا ما بيقدر يسقطه أي حدا من الناس، واللي بيسقطه ربنا ما حدا من هالناس بيقدر يرفعه. العزة لله، كن عزيز بالله وبس. لا تخلي العز تفكر إنه العز بالمال اللي أنت بتملكه. فربنا ضرب مثل بقارون كانت عزته بالمال فسلب منه المال، وهلك قارون بالمال اللي كان مفكر إنه هو عزه بهالحياة. ولا بعمره كانت العزة بالملك، وهي فرعون أكبر مثال، أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرق الله عز وجل بالماء البحر وصارت الماء تمشي من فوق أو تجري من فوق. ولا بعمره كانت العزة بالصحة اللي انت هلا عم تتمتع فيها ومفكر حالك انه انت مالك الكون بصحة وعافية، هي نمرود اكبر مثل، بعوضة اقضت مضجعه. فلا تربط عزتك الا بالله عز وجل، لا بزوج، تربطي العزة تبعك لا بزوج ولا بأب ولا بأخ ولا بابن ولا بعمل ولا بمال ولا بملك ولا بصحة ولا بعزوة. العزة لله، كله هذا ممكن يروح بلحظة واحدة. هيك هي الدنيا، هيك الدنيا عودتنا. اعكن تركنوا لأي حال ولا لأي وضع انتو فيه. الدنيا من طبيعتها، والطبيعي بهالدنيا انه متغيرة ومتحولة. ياما اشياء كنا ما بنتوقعها هلأ هي ليك لأنها موجودة قدامنا. دائما اربطوا العزة بالله عز وجل، الله فقط. صدقوني عن تجربة شخصية، اي امر يا باخده بعزة نفس يا بلا، يمكن تكون حياتي متعلقة على هذا الأمر، وأنا بلا هذا الأمر ما عندي أي بديل. لكن إذا هذا الأمر بده يذلني بلا كله، واللي حوالي يقولولي لا وشلون وكيف وليش، مثلا كعمل، مثلا كنت أقول الله بعته لهالعمل، الله بيبعت لي غيره، ولا أنه حدا يذلني بهذا العمل. يستغربوا اللي حوالي وينظرولي ويستغربوا، ما لقي غير ربي بعت لي الأفضل والأحسن وشيء لا أتوقعه، بس لأنه خلص العزة لله. وخلي الأنبياء هن خير قدوة لإلنا بالعزة. سيدنا محمد تعذب بالطائف، تعذب كتير من شاننا نحن توصلنا هالرسالة، لكن وانذل كتير، بس كانت عزته بالله عز وجل. فكيف فتح بعدين أصقاع العالم والأرض، ودعوته إلى الآن مستمرة عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف كمان نعرف قصة السجن تبعه ونذل وكذا، بعدين صار عزيز مصر، عزيز مصر. والأمثلة كتير، الأمثلة كتير. أوعك تخلي سندك بهالحياة أي بني آدم. سندك لازم يكون بهالحياة هو الله عز وجل، مو حدا من البشر. لما تكون سندك أنه أنت يا رب سندي، سندي يا رب، كونوا مع الله ولا تبالوا، كونوا مع الله وأنتوا واثقين، صدقوني لح يدهشكم بعطائه، بيخلي الدنيا كلها تحت رجليكم. هذا الحكي عن تجربة. يا ريت هيك نتعلم معنى التسليم، انه تسلم كل امورك لله عز وجل من قلب قلبك. اللي بيختاره ربنا انا رضيان، ما تحط انت هواك او خيارك بالشي. انا يا رب انت اختر لي، استخير ربك وانت يا رب اختر لي. اختيار ربنا احسن من اختيارنا نحن، ولما ربنا بيدبر لنا الامر فإنا نحن لا نحسن التدبير، تدبير ربنا أحسن. ليش؟ لأنه هو اللي خلقنا، هو اللي أدرى بظروفنا، هو بيعرف شو بيناسبنا، بيعرف أي شيء. يا ما أمر شفته على ناس كتير بتكون مصر إنك تحصل عليه، بتقاتل الدنيا لتحصل عليه، وربنا بيحول بينك وبينه، وإنت بتزيد أصرار وربنا بيزيد حرمانك من هالشي، وبتضل إنت مصر إنك تحصل عليه ومصر إنك تاخده، وربنا بيضل بيورجيك إشارات إنه لا لا، بيبعت لك ناس تقلك، مواقف تظهر من الشيء الثاني أو الطرف الثاني، وأنت بتضل مصر أنه معاند، ما بدك تصدق إلى نفسك. يمكن أنت نفسك بتكون عارفان أنه أنت عم تعيش كذبة، وبتضل عم تكذب حالك وتكذب الناس وتكذب فطرتك اللي عم تقلك لا بعيد عن الأمر. وبعدين بتندم أشد الندم وبتقول أنا كان قلبي حاسسني. تعرفوا هذا الشعور؟ أنا كان قلبي حاسسني، يا ريتني رديت على إحساسي. شو هو الإحساس؟ هو فطرتك السليمة
الفطرة السليمة اللي بدلنا دايما على الصح. ربنا ألهمنا، ألهمنا الصح من الغلط، بس نحن بعنادنا بتمسكنا بآرائنا بأفكارنا ما منشوف منعمة أحيانا، وخصوصي الناس اللي بتكون بتعطي أعذار بتعطي أعذار بتعطي أعذار لكل الإشارات الربانية اللي إجتهم، وبالأخير بيندموا وقت اللي ما بينفع فيه الندم. يا ما ناس أجوا قالوا لي هذا الحكي بحياتي، يا ما ناس أجوا قالوا لي يا ريت نسمعنا كلامك، يا ريت نردينا عليك، يا ريت تفكرنا شوي بكلامك، يا ريت كنت أقسى علينا وما خلتينا نعمل اللي نحن عملناه. أنت عليك النصيحة، عليك النصيحة، تقدم له النصيحة وتمضي. مرة اثنين ثلاثة لقيته مصر وعم يعطي أعذار للإشارات الربانية اللي عم تجي، عرف أنه هذا الإنسان ما في أمل من أنك تنصحه. تركه، تركه يخوض تجربته ويقلع شوكه بإيده. بعد ما نصحته مرة واثنين وعشرة وما رد عليك وعم يستغبيك، هو ما هو نفسه ما بيكون حاسس أنه هو عم يستغبيك، بيفكر حاله هو ذكي، وقت هو عم يبرر لك تبريرات ما لا مقنعة لنفس الشخص حتى تكون مقنعة لغيره. فعادة الواحد خلص يتغابى، أحيانا من الحكمة أنك تتغابى، تغابى وامشي، خلص قل له ماشي مثل ما بدك وامشي، واتركه، اتركه يواجه مصيره، اتركه يواجه الأمر اللي هو اختاره. وصدقوني اللي اختار على اختيار الله عز وجل يعيش كل عمره ذليل. كتير كل حدا عم يسمعني أكيد في حواليه ناس شايفهم مظلومين وعايشين بظلم، ظلم شديد، ونزعل عليهم. صدقوني هن صنعوا معاناتهم بنفسهم، كتير هدول منشوفهم بحياتنا منلاقيهم عم يعانوا متعذبين، هن صنعوا معاناتهم بنفسهم، كان فين يطلعوا من هالمعاناة من زمان. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعن تجربة يا جماعة، عن تجربة بكل أمور حياتي، لما بوكل أمري لله بحتار بأمر، بقول له يا رب أنت اختر لي، أنت إذا شايف هالأمر خير إلي. يعني وقت بيستخير الواحد مو كلمات نرددها وبس، إنما نحن نعيش بهالكلمات، نكون صادقين مع الله عز وجل إنه إذا اختر لنا أي شيء نحن حنكون راضين، مو إذا اختر لنا الأمر اللي منحبه حنكون راضين، وإذا ما اخترنا بنرجع منعيده. مثل كأنه استغفر الله العظيم، كأنك أنت عم تقول بركي بتغير رأيك، استغفر الله العظيم ولله المثل الأعلى. قلة أدب هي مع الله عز وجل، وقلة يعني قلة احترام، ما بصير هيك مع الله الواحد يتعامل. صدقوني اختيار الله أحلى بكتير، لك بيختار لك شيء أنت ما كنت بتتوقعه، لما أنت بتكون صادق بتسليمك لله عز وجل، صادق مع الله، صادق وأنت عم استسلمت لله أنه يا رب أنت اختر لي، أنت اختر لي، أنت يا رب اختر لي اللي فيه الخير. أنا يا ربي محتار، تكون محتار، عم تستخيره استخارة المحتار للمختار، وعم تدعو دعاء الغارق لا محالة. شفتوا الغرقاني اللي بيكون بوسط البحر وخلص هيغرق ويموت وحواليه أسماك قرش، كيف بيدعو ربه؟ قلبه بيكون عم يدعي كأنه قلبه له إيدين وعم يرفع إيديه للسماء. هيك بدك تكون مع الله عز وجل قلبا وقالبا، مو بس بلسانك وبقلبك، وتكون صادق وتعم تقول يا رب، يا رب اختر لي، يا رب اختر لي، اختر لي الخير، اختر لي الأمر اللي انت شايفه، انت بتعلم الغيب، انت بتعرف شو بيناسبني، شو بيناسب ظروفي، دبر لي فإني لا أحسن التدبير. صدقوني بيختر لكم الأمر مبكل عليكم تبكيل، يعني بيناسبكم حفر وتنزيل من كل الظروف والجوانب، بتعيشوا حياتكم بعز لما ربنا هو بيختر لكم. ومو ربنا مالك القلوب، هو اللي بيقلب القلوب. يعني بتكون انت مستحيل مثلا انك تحب الوضع الجديد اللي الله حطك فيه، بس ربنا بيقلب قلبك وبيخليك تحبه وترضى وتحمده وتشكره طول حياتك، وتنظر للخيار اللي كنت هتختاره من زمان وانت عم تقول الحمد لله اللي بعدني عن هذا الامر. صدقوني يا جماعة عن تجربة، ادهشني الله عز وجل بخياراته لإلي، اعطاني من احسن الخيارات بكل حياتي، كل حياتي دائما موكلة الله عز وجل. يعني الله عز وجل انت ولي يا رب، انت اختر لي، دبر لي فاني لا احسن التدبير. اذا بحتار بامر هيك بقول له لربي، بيقوم بيختار لي الامر من حيث لا اتوقع، من حيث لا ارجو، من حيث لا احتسب، ما بلاقي غير الامر كيف اجا بشي لا اتوقعه، والله ما بكون متوقع 10% منه، مو 100%، بيبعت لي احسن مما كنت اتمنى واحلم. وصدقوني لولا العين، والعين حق، لقلت وقلت وقلت وقلت، إنما أنا بذكر الشيء اللي
يعني بناسب الموضوع اللي أنا عم بحكي فيه. الحمد لله العزيز بالله عز وجل ما بيهمه تبدل الأحوال ولا تغير الأحوال، ولا أن بعدوا الناس عنه، ولا أن قربوا منه، ولا أن فقر ولا أن غني، ولا أن انعطى نعم أو انحرم. ما بتفرق معه، ما بيفرق معه شيء، ما بيفرق معه شيء. هو مع الله، خلص جنته بصدره، الجنة بقلبه قبل ما تكون الجنة بالآخرة. الجنة هي جنة المؤمن وين؟ قلبه. بيمشي وسط الناس وهو سعيد مبسوط، بيتمنى انه كل الناس تكون مثله، بيطلع على الناس بيقول بخاف مثل اللي ملاقي لقيه وخايف حدا عم يداريه، خايف حدا يشوفه لياخده منه. صدقوني الانسان القريب من الله عز وجل هيك بيكون، بيكون انسان سعيد بالله، مو فارق معه شيء. مو معناها ما بيحس، مو معناها ما له، لا هو بشر بيحس وبيحزن وبيفرح بس هو عزيز بالله، سعيد بالله، مستأنس بوجود الله، حاسس انه الله شايفه، عارف كل شيء عنه. كونوا عزيزين بالله عز وجل، ما بتنضموا، قولوا يا رب، ما بيردكم، بس قولوا يا رب. وانتو مثل ما قلت لكم كالغارق لا محال، قولوا يا رب من قلب قلبكم، كونوا مع الله قلبا وقالبا، قلبا وقالبا. ولا تلوثوا فطرتكم بالذنوب والمعاصي، الفطرة دايما هي بتدلك على الصح. وقت بيقول واحد قلبي كان حاسسني، شو يعني قلبي كان حاسسني؟ يعني فطرته دلته هيك أو هيك. دائما اسمعوا لنداء أجسادكم ولنداء قلوبكم لنداء روحكم، وفرقوا بين الخاطر الشيطاني والخاطر الرحماني. طالما أنت إنسان يعني الحمد لله بتكون العقيدة عندك صح، فهتعرف تميز. أحيان بيجيك الخاطر كخاطر شيطاني، وأحيان بيجيك خاطر رحماني. فأنت لازم تكون يعني فهمان خطوات الشيطان، عارفة قد ما فيك، بتعرف أنه هي لا هي فكرة شيطانية، أو هي الخاطر اللي جاني شيطاني، أو هذا الخاطر رحماني. لأن الشيطان لما بيبث ببالك فكرة بيوسوس، من شر الوسواس الخناس، هو بيخليك تفكر أنه أنت اللي فكرت هالفكرة. لا، أنت ما بتكون أنت اللي فكرت هالفكرة، تمام؟ فانتبهوا، انتبهوا وكونوا عزيزين بالله عز وجل، بتكونوا أسعد الناس. وأي أمر كسركم بهالحياة قولوا يا رب، قولوا يا رب من قلب قلبكم، يا رب يا رب من قلب قلبك، انكسر إلى الله، تضرع إلى الله، وذل إلى الله والله فقط، بيعطيك ما لا تتوقع. ولا تجربوا الله عز وجل، الله لا يجرب، تعاملوا مع الله عز وجل بيقين بيقين. معاني حبيت شارككم فيها، ما حطول عليكم أكثر من هيك. انطلب مني أني أحكي عن العزة، العزة بالله عز وجل، وحكيت اللي إجا ببالي ومن خلال تجارب شخصية وشغلات أنا شفتها بحياتي. يا رب يكون فدتكم، والدعاء بظهر الغيب، ولا تنسوا اللايك حتى يوصل هالكلام لأكبر قدر ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.